العلم والغير بالجاهلية، نفخر بعلم رجال ما هو بزرياب، وبيها التكافل كل من مع خوية، وكل على سروه يلاقيه مركاب، حتى الجبل يا أخوك صنات خيه وسولها تحضن تراتيب الهضاب، وبيها من عيال العمومة حمية، ربع إذا ما الشر كالشر لهم ناب، يفتق غضبهم زوبعات العدية، واللي نخاهم يبشر بجيش ميهاب. يا صل لا ما نكترث للمنية، لا جت على حسابك نجيب هيئة عقاب، الكل واحد والعزيمة مطية، والله موكل والعدو حيل مرتاب، حنا هنا يا صلطة يوم الهنية، وحنا هنا في هضب الظروف والإعطاب. أهلا بيكي شيف ليلى. الله يخليك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا بيكي بالسلط، حياكي الله. شكرا أنك لبستيني كمان زي السلط التقليدي، كتير حبيت. بس شو هالموسيقى اللي طالعة؟ طبعا اليوم في بازار مناسبة عيد الأم. بحكي لكل أمهات العالم كل عام وهن بألف خير. آمين يا رب. آمين. فهيدي الموسيقى من المهرجان. من المهرجان حطين من لما وصلنا الصبح، وصلنا صفينا السيارات وكل الوقت كان في موسيقى، فهلا عم بسألها لنعرف شو هي. شو حتحضري لنا اليوم؟ اليوم طبعا اكلتنا رشوف. تعالوا نطبخ. طبعا اكله تقليديه قديمه من تراث السلط، متعارف عليها. روسن انت ضايقتيها؟ صراحه لا، اول مره بدي ادوقها، بس هي معروفه عندنا كثير بالاردن خصوصا بالشتاء، فصل الشتاء بتعطيك مليون طاقه. والله طبعا من هون تحليق على لبنان ان شاء الله. نوصل. طب بلشينا فيها حجي لنشوف.